كيم، هكلمها كمان دلوقتي اهو اهو. الو، هاي ديد، هاي يا حبيبتي، ازيك يا روحي؟ اه اخبارك ايه؟ الحمد لله يا حبيبتي. جبتي اليونيفورم ولا ايه يا ديد؟ جبتيه كله؟ حتى الاندروير؟ هو الموضوع ده بجد ولا ايه يا ديد؟ اندروير ايه اللي عليه بادج المدرسه حبيبتي؟ انتوا ازاي تسكتوا على حاجه زي دي؟ ده نصب يا ديدي، نصب شيك شيك. ايه يا ديد؟ اه طيب يا حبيبتي، وماله؟ مبروك يا حبيبتي، مبروك على الاندروير، مبروك. ماشي يا ديدي، ماشي، مع السلامه. السلامه حبيبتي. ها قالت لك ايه بقى؟ قالت لي خلي الولاد يلبسوا، الولاد يلبسوا واحنا كمان نلبس. شفتي؟ لا حول ولا قوه الا بالله. موضوع بادج المدرسه اللي وصل للاندروير ما عداش عليا مرور الكرام، وقعد ينكش في دماغي، مش بس عشان ال 300 جنيه زيادة اللي اضطريت أدفعهم في شوية فانلات وبكسرات، لأ، الموضوع خد معايا بعد أعمق، خلاني أشارك فيه قراء عمودي الأسبوعي. أصلها حاجة تفرس. بادج المدرسة إيه أهميته؟ بادج المدرسة هو اللي بيخليك تفرق بين اللي في مدرسة خاصة البادج بتاعها مكتوب بالأجنبي، وبين اللي في مدرسة خديجة سالم التجريبية. وبعد المدرسة البادج برضه ما بيفرقناش، وبتفضل طول عمرك الناس بتقيمك بماركة اللبس اللي لابسه، وبيتقال عليك شيك أو بيئة. واللي يفرز بقى لما يتحكم عليكي من لبسك، إذا كنتي محترمة ولا ماله. لبسي بقى يا علي، بقى أنا لبسي زي كل الناس ما بتلبس. قلتلك 100 مرة أنا ما بحبش الاسترتش ده، بيبان كل تفاصيلك. يا سلام، اشمعنى يعني الاسترتش ده؟ ما ده اللي كانت كاميليا لابسه زيه وما قلتلهاش عليه اي حاجه، بالعكس ده انت قعدت تمدح فيها وفي شياكتها. اولا كاميليا ما تخصنيش، انت خطيبتي وانا بغير عليك. ثانيا كاميليا كانت لابسه تيشيرت فوق الاسترتش، تيشيرت يا هانم مش بادي. يا سلام، ماله يعني البادي هيقول للاسترتش لا؟ بص يا هانم، لازم تفهمي حاجه كويس قوي، انا الراجل، ها؟ أنا الراجل، حطي 100 خط تحت الكلمة دي، وعارف الرجالة بتفكر إزاي كويس قوي. الست اللي بتلبس هانم بادي على استريتش بتبقى محزقة من فوق ومن تحت، يعني لا مؤاخذة بتدي إشارة، يعني بتستعرض. إخصالك يا علي، أنا لا مؤاخذة وبدي إشارة وبستعرض؟ طبعًا، ومش إشارة واحدة، ده أنت بتدي مجموعة إشارات أكتر من الإشارات اللي في سليمان باشا. إيه شايفني بتقصع وأنا ماشية؟ يا ريتك بتتقصعي، ده الترتر اللي أنت لابساه على البادي ده يا هانم يتلبس على بدلة رقاصة مش على لبس واحدة محترمة. أنت مش فاكرة الواد الصايع اللي اسمه سامي ده كانت عينه هتنط جوه البادي إزاي؟ وانت بقى بتقول على الواد سامي صايع ليه؟ علشان فتح القميص لحد سرته وعمل شعره بانك ومنزل قصه؟ عيل كويرك. واللي انت عامله في نفسك ده ايه؟ ها؟ واللي انت لابسه بدله ثلاث قطع؟ لا دي شياك. وبعدين البني ادم مش بلبسه يعني، هو في ايه؟ في ان واحد صاحبنا لبس في الحيط. وبتبدأ أول خطوات النكد في فترة الخطوبة، وهي تحكم الراجل في لبس الست اللي بتبقى اسمها الست بتاعته، والقصير بيطول والضيق بيوسع والمفتوح بيتقفل، وكل ده ليه؟ عشان يتحط عليها بادج ست محترمة أو حرم فلان الفلاني. وبعد ما الست تحط البادج، عينين الراجل تزوغ على ست ببادج أنا حرة واسمي درة. صباح الخير يا قنوج. اهلا يا دور. اهلا يا كاميلي، انت كنتي فين من الصبح يا بنتي؟ اسكتي يا بنتي يا انجي، البنت شيرين صاحبتي لسه راجعه من تركيا وعامله حته اوبن داي تحفه. جبتي منها الطقمين دول؟ تحفه يهبل بجد، يجنن الستايل بتاعي. قمر قمر. وبصي جبت لك ايه؟ جبت لي انا حاجه، حته فستان يجنن، ايه رايك؟ يجنن ده فستان؟ ده فستان يا كاميليا. فستان ايه يا كاميليا؟ ده مايو. البسه فين ده، على البحر ولا في البانيو؟ تلبسيه فين يعني؟ ايه تلبسيه وانت خارجه؟ طبعا ايه التخلف ده، دي الموضه يا حبيبتي، اتطوري بقى اتطوري. انت بتتكلمي بجد؟ انا البس ده؟ لا 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 يا شيخه لا. والاسانسير معلق، فقلت اجيبها ازنقها هنا، قصدي اجيبها اسقيها حاجه سخنه لعشان تاخد نفسها. خدها ربنا، دي مش عايزه حاجه سخنه،
انت عايزه حاجه تسترها يا سي علي، ازاي تدخل المناظر دي يا سي علي بيتك؟ الله دي دره. ايوه ما هو باين عليها دره، باين من لبسها انها دره ودره قوي كمان. اغصى عليك يا سي علي، ازاي تدخل المناظر دي بيتك يا سي علي؟ مين دي يا شيخي؟ دي والعياذ بالله، قصدي والحمد لله، مراتي ام الاولاد. ما باين من لبسها ان هي ام الاولاد. معرفش ليه وانا راجعه ركنت عربيتي وقررت اتمشى بين الناس شويه بعد ما كنت طردت تماما فكره الحكم على الناس من هدومهم. محترمه؟ ده بيئه، ولاد الناس بيبانوا برضو. اوه دي طبعا دره، اوه ودي كارثه، وده بقى جزء الكارثه. يبقى فكرنا ناخد سفنج المواعين اعللك بيه القبلتات دي. ماشي. هي ست انجي يا اختي معديه كده لا سلام ولا كلام. اهلا، ازيك يا هبه؟ ازيك يا معلم شعبان؟ اهلا وسهلا. ايه الحلاوه والشياكه دي، الوان تزغلل للعين. والنبي يا اختي ده انت اللي عيونك دول حلوين وجمال، وبعدين دي اقل حاجه عندنا يعني، ده انا حتى بقالي كتير ما عملتش شوتينج. شوتينج؟ وانت ما شاء الله عليك يا معلم شعبان مطقم النهارده. اسم الله عليك يا ست انجي، دي اهبة حبيبتي جابتولي في الفالنتاين اللي فات. كان ناتك سري، خد 5 فري. يا البيئة. بتقولي حاجة ست انجي؟ لا ابدا، بقول ما شاء الله الصرف والذوق بيبانوا. والنبي يا اختي انت اللي عينيكي حلوه، شوف مناخيرها منمنمه ازاي. عيني حلوه. لو تعرفي انا شايفاكوا ازاي دلوقتي. طيب استاذن انا بقى علشان صدعت شويه، انا اذنكم. اتفضلي يا اختي. هي مالها يا هبه؟ معلش يا حبيبي، ليها حق برضه تتكسر كده ونفسيتها تتقهر. مش شايف يا حبيبتي غلبانه؟ شايف لابسه ازاي؟ بلدي قوي 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 قوي. ياه ومبهرجه كده. سو فالجر. وكالعادة كل ما أحس إن أنا مش طبيعية أروح أترمي في حضن طنط رجاء وأنكل سلام. أهلا يا أنوش. مساء الخير يا طنط. مساء النور يا حبيبتي، اتفضلي. هو أنكل سمير موجود؟ طبعا يا حبيبتي في العيادة، بس معاه زبونة زمان مخلص. أوكي، زي ما قلت لك أنت المرة دي أحسن بكتير من الأول ما شاء الله. بس هو الكريم اللي بقول لك عليه ده 3 مرات في اليوم، مرة الصبح ومرة بعدها. حاول يا دكتور. حاضر، هدي اللعب شوية. حاضر يا دكتور. اوكي اتفضلي اتفضلي. وصلك للاسانسير، لان ساعات البواب ما بيطلعش الاسانسير. ايه يا طنط المناظر دي؟ دي شكلها فايزة لما تبقى عايزة. حبيبتي دي كوك الرقاصة، زبونة قديمة قوي عند سمورتي. فرحانة قوي يعني ايه؟ بس شكلها زبونة فعلا، وانتي ما بتغيريش كده خالص. اغير من ايه؟ انا واثقة من نفسي وعارفة كويس قوي سمورتي. شايفني ازاي؟ يعني مش شايفك ام اشرف؟ مين اشرف؟ لا ولا حاجة. يا انجي. يا انكل. ايه بتاكلي ودان طنط رجاء ولا ايه؟ ابدا يا انكل، كنت بوصيها عليك. بتوصيها عليا. اوكي. ربنا يستر. ها ماذا ورائك يا خزاعة؟ والله يا خزاعة حاسة انها مش طبيعية خالص يا انكل. ده مش جديد ابدا. ما انت لو رجعتي طبيعية انا هحس ان انا احسن دكتور نسا في العالم. اخسى عليك يا انكل، ما انا قلت لك قبل كده ماليش غيرك انت وطنط رجاء اشتكي له. اشتكي يا نور عيني، اشتكي يا حبيبتي. قولي بقى علي عمل فيك ايه؟ لا هو مش علي المرة دي. امال مين؟ انا، المشكلة فيا انا. انتي؟ ايوه، اصل انا كنت بكتب مقاله عن الناس وازاي بيحكموا على بعض من لبسهم ومن مظهرهم الخارجي، ولقيت نفسي ان انا بعمل كده، يعني بقيت مركزه قوي في اللبس. وماله يا حبيبتي؟ الله، مش عيب ابدا انك انتي تهتمي بالفاشن. فاشن ايه بس يا طنط؟ فاشن ايه؟ بقول لك المظهر الخارجي، يعني بقيت احكم على الناس من لبسهم. يعني مثلا كوكي دي وهي هل علينا بصيت على لبسها وكده وقلت استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم انها يعني سامحني يا رب. لا 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 يا انجي معلش، انا فانتاستيك، ما فيش غلطه، فمش مساله لبس يا ناس. لا لا لا، مساله ثقه ولا ايه يا جوجس؟ انت خليت فيها ايه؟
وانت بتكشف عليهم هم بلابيس. طب اعمل ايه بس يا ربي؟ اعمل ايه عشان ارجع ثقتي في نفسي ما اشوفش نفسي ام اشرف؟ كلام طنط رجاء وانكل سمير اثر فيا قوي، وحسيت ان انا لازم اثق في نفسي اكتر من كده، وقررت اني ما قيمش حد ولا خلي حد يقيمني، وكمان قررت اني ما اهتمش براي علي في فستاني الجديد، ولا اجرب اني اشوف اذا كان لسه بيغير عليا ولا لا، ولا اذا كان شايفني ام اشرف خالص. على فكره علي حبيبي، لولو، ايه رايك في فستاني الجديد ده؟ لطيف. يعني اروح بيه الشغل بكره؟ روحي. بس انا حاسه ان هو محتاج يطول شويه. خلاص طولي، بس هو قصير كده احلى. خلاص سيبي. طيب الديكولتي متهيألي مفتوح شويه. خلاص ده ايه، بس هو احلى وموديله كده. خلاص افتحي. طيب الترتر، ها الترتر اللي على الوسط كتير شويه مش كده؟ خلاص اقفلي. هو ايه ده اللي اقفله؟ بقك يا حبيبتي، بقك يا انجي. خلاص اقفلي، اعملي في اللي انت عايزاه. خلاص خليني اركز بقى. يا سلام، ما تركز مع مراتك شويه يا علي. مش كده ايه؟ مش قلقان؟ مش قلقان انزل الشارع كده؟ لا مش قلقان، كل الستات بتخرج كده عادي. ايوه يا علي، الستات كلها ما يخصكش، انما انا اخصك انت يا علي. ها مش انت كنت بتقول لي كده زمان؟ انت ما بقتش تغير عليا ولا ايه يا علي؟ افتكر كنت بتقول لي ايه. يا دي الذكريات يا حبيبتي، دول شويتين بيعملهم اي واحد على خطيبته اول ما بيتخطبوا، او على مراته اول ما بيتجوزوا، وخلصنا. احنا كبرنا على الحاجات دي خلاص يا انجي. يعني ايه خلاص؟ يعني انت ما بقتش تغير عليا؟ مش مساله غيره يا حبيبتي، انت دلوقتي ست متجوزه، باين عليك قوي انك ست متجوزه. اي حد هيشوفك في الشارع هيعرف انك ست متجوزه. يعني هيسيبوا البلاوي اللي في الشارع دول ويعكسوكي ليه يعني؟ يا سلام، يعني ايه الست المتجوزه دي؟ ايه جربه ما حدش يبص لها؟ مش النظريه. طب انا راضي ذمتك، من يوم ما اتجوزنا في مره حد عكسك؟ بلاش دي، حد بصلك ولو حتى بالغلط؟ بالغلط بس مش هي دي النظريه. لا هي دي النظريه. بص يا انجي، الست قبل ما تتجوز بتبقى عامله زي التلفزيون الملون اللي معروض في محل أجهزة منزلية لزوم الإبهار والصورة. أول ما بتتجوز بيتقفل، أهو بيفضل تلفزيون بس مطفي. هقعد أتفرج على إيه أنا بقى؟ يعني أنا تلفزيون مطفي علي؟ ما بتشوفش فيا أي حاجة؟ لا يا حبيبتي، بشوف من وقت للتاني. يعني مثلا لما أحب أشوف فيلم عربي قديم، مسلسل كئيب، وأقفل تاني بعد كده. طب ايه رايك بقى يا علي، انا هقطع عليك الارسال خالص. لا هتشوف فيلم عربي قديم ولا مسلسل كئيب، مش هتشوف غير عالم الحيوان. هاو يلا. قلتوف يا لطيف. يلا يا ولاد، يلا الباص زمان وصل. يلا السندوتشات اهي، وعلى الله ترجع لي زي كل يوم. ايه ده ايه ده يا مامي، انتي لفلنا السندوتشات في ورق جرايد وكياس نايلون؟ يا يا لا، ما اسمحلكيش، الجرايد دي عندنا مفيش اكتر منها. وبعدين يا حبايبي انتوا ما بتلحقوش تقروا المقاله بتاعتي كل يوم، انما كده في البريك تاكلي قطمه وتقرا حته، تاكل قطمه وتقرا حته ماشي، وبعدين تشوفوا صورتي كده في المقاله تتباهوا بيا قدام صحابك. نتباهي ايه بس يا مامي، ده احنا هناكل طريقه على لفه السندوتشات قبل ما ناكلها اصلا. يعني ايه؟ مش فاهماك. يعني مش فاهماكم انتوا الاثنين، ابوكوا وامكوا من اكبر الصحفيين في البلد. يا حبايبي انا عايزاكوا تتباهوا بينا كده. ايه يا مامي، انت عايزه الناس تقول علينا بيئه؟ ما تحط لنا سندوتشات في اللانش بوكس زي كل يوم وخلاص. يا ربي يا ربي، هي الناس هتحكم على بعض حتى من لفه السندوتشات؟ هو اللانش بوكس ده هو اللي هيعملكوا ولاد ناس؟ طبعا يا مامي، الناس دلوقتي بقت بتحكم على بعض من الساعات وماركه الموبايل والايفون والايباد. اي سي مش وقت محاضرات دلوقتي يا حبيبتي، الباص هيفوتكم، نبقى نشوف الموضوع ده بعدين. خلاص يا بنتي، امرنا لله، خلي العيال ياكلونا تريقه.
لا بقول لك ايه، بطل اللي انت فيه ده، على طول طالع من هدومك كده اللي انت عامله ده. وبعدين ولا قبلين يا انكل، البيه نازل لي النهارده الصبح لابس بدله اخر شياكه وحاطط بارفان وقال ايه رايح يعين الصحفيات الجداد، وهو رايح يعينهم. انجي خص عليك، خضتني. انت نمتي وانت واقفه ولا ايه؟ لا طبعا نمت. ايه وبعدين ايه ده؟ ايش 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 خير يعني؟ هيجيب لي دور. اعتقد يا انجي سبب المشكله الاساسيه اللي بينكو هي حكايه ان الزوج بعد فتره من الجواز بيحصل نوع من الملل والرتابه. ما اقصدش يعني بيبقى، لان الزوج بيلاقي ايه ان الحياه ما فيهاش اي امبيانس جديد كده، يعني هي في كل حاجه، الجسم هو الشكل هو الطبيعه هي يعني، والمزه اللي كان حيموت عليها وبقت فجاه كازارولا. ايه كازارولا؟ بص يا حبيبتي انا مش فاهمه ايه كازارولا وحاله دي. انكل سمير عايز يقول لك يعني ان الراجل قبل الجواز بيبقى عنده هدف يفضل يشتغل عليه، بعد ما يوصل الهدف بتاعه خلاص بقيتي مضمونة، يمد إيده كده هيلاقيكي جنبه، هيبذل ليه بقى مجهود عشان يلفت انتباهك. هو أنجي علي دايماً حبيبتي بيبصلك على إنك أم أشرف. سيبيني بقى أفهمها بقى دي عصفورتنا جنبنا. بيبصلك دايماً على إنك أم أشرف، فده خلاكي تفقدي الثقة في نفسك، فبقيتي دايماً حاسة إنك عايزة تنتقدي اللي قدامك، يعني بقيتي هجومية بدل دفاعية. طب اشمعنى يا أنكل حضرتك وطنط رجاء يعني؟ وفي زي أنا رجاء. إيه يا أخويا مالك رجاء في إيه؟ معرفش اسمك وقف في زوري ليه من الحب. بص يا حبيبتي أنا أنكلك سمير بقى من حين لآخر كده، لما لا قدر الله نحس بالملل نجدد نفسنا، نعمل ايه بقى؟ ننزل نعمل شوبينج، نشتري حاجات جديده نلبسها، نجدد اللي بره عشان اللي جوه بقى يتجدد، ونفضل دايما كده على طول حاسين لسه عيال وشباب. عصافير بس جبلي. يعني شايفه القميص ده؟ طنطتك رجاء هي اللي جايبه لي. الله حلوة قوي يا أنكل. يعني تشوفيه تقولي في استفشي. بس أنا معقولة هلبس علي فراشات يا أنكل بالحجم ده؟ وبعدين تهيلي الحاجات دي ما أقدرش ألاقيها في أي حتة، ألاقيها فين دي؟ لا أنا مفصلها عند الدورة في ميت عقبة. الدورة؟ ده بيفصل؟ أوه كل لبس شعبان عنده. شعبان مين؟ شعبان عبد الرحيم. على فكره عايز اقول لك صاحباتي بقى اللي بيسافروا اوروبا بيجيبوا حاجات كتير قوي من بره، براندات كده، وبيعملوا اوبن داي، وساعات بشتري لنفسي ولسمير منهم. اوبن داي تاني؟ لا يا طنط انا اتعقدت. طب هقول لك حاجه، انا عندي فكره حلوه قوي قوي قوي، ايه رايك ان احنا نعمل اوبن داي عندك في الشقه؟ بالمره بقى هتاخدي عموله كويسه قوي على البيع، وهتشتري كل اللي انت عايزاه بثمن مخفض. وفرصه كمان لعلي، هيلاقي الهدوم قدامه والمقاسات اللي هو عاوزها يقلع ويلبس زي ما عاوز. والله فكرة مش بطالة خالص، على الله يجعل فيها الشفاء يا رب. يا رب. يلا هستأذن أنا عشان عندي شغل كتير قوي بعد الظهر. باي باي حبيبتي. باي. باي. باي باي. احنا طنطك وطاطاتك كلنا تحت أمرك يا روح. فكرة الأوبن دي تجنن. بس خسارة نسينا نقولها تعمل اوبن بوفيه عشان هما يلبسوا واحنا ناكل. هو بيتنا. مدي على روتري الزمالك. لا ده مدي على جنينة الأرمان. هو فيه ايه؟ عيالي فيه؟ الوقت ابني يا سولي.
مين دول؟ دول اصحاب مامي عاملين اوبن داي وجايبين ولادهم عشان يلعبوا معايا. ايه اوبن داي ده؟ اوبن داي ده اللي هو اليوم المفتوح. يعني احنا على الهوا دلوقتي؟ على الهوا ايه بس يا بابي؟ استنى، اليوم المفتوح اللي اعرفه ده بتاع ماما نجوى، بتاع يوم الجمعه اللي فيه بولس. لا المره دي بقى بتاع ماما انجي. في فظيع. هاي، هو استاذ علي الامور لسه ما جاش؟ شبت شبت. يلا يا ليمت، تاكل سندوتشاتك كلها. اتفضل وانت خلي بالك من نفسك. يلا طريق السلامه حبايبي. باي يا روح، مع الف سلامه. محمد رسول الله، مع السلامه. باي يا روح حبايبي. اربع هاي يا روح، يا روح قلبي. ازيك يا انوش؟ اتفضلي يا حبيبتي، بخير الحمد لله. انوش، انا بقى جايبه لك مفاجاه، انما ايه هتفرحي قوي بيها. مدام فالتاس جايبه موديلات تتجنن من قبرص، عايزين نعمل اوبن داي. معلش بقى تعتذري لمدام فالتس، لان انا مش ناويه اعمل اوبن دايز تاني خلاص، الفكره دي مش لده عليا. لده؟ ايه لده دي؟ ما كنت التقيتي وبطلت الكلام الفظيع ده. بوركوا بقى مش عايزه تعمل؟ والله يعني صباح الخير يا كنت رجاء. صباح الخير يا حياتي. صباح الفل يا حبيبي. مش عايز تفطر يا علي؟ حضر لك فطار. لا 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 لا، انا عندي في ناس مستنياني في الوكاله، لازم اروح لهم ضروري جدا. اكيد وكاله البلح. تعالى يا حبيبي طريق السلامه. حصنتك من العين، حصنتك من العين يا حبيبي، حصنتك من العين، مع الف سلامه. لا اله الا الله، محمد رسول الله. بتحصني مين وبترقي من ايه؟